تماما. قعدت واتكلمت، كنت بتكلم امبارح مع وليد سليمان. وليد سليمان اتكلم معايا، من اكتر الشخصيات اللي بحبها يعني، طبعا وبقعد اتكلم محترم معاه دايما جدا وراجل بره. مستفز. لا يعني حتى هو كلامه معايا ان احنا لازم نركز خلال السبع ثمان سنين الجايين دول، لازم نركز مع النادي الاهلي، لازم نشيل الفرقه دي. وبعد ما تخلص كوره، وبعد ما تخلص حياتك وشغلك وكل الكلام ده، ممكن تشوف عايز تعمل ايه اعمله.